أشد نساء الأبراج عقابا بالصمت، سواء بقى عقاب الحبيب، عقاب واحدة صاحبتها، عقاب حد من الأهل، أيا كان. في نساء بتعاقب بالصمت وشديدة وقوية ومتمكنة، والسلاح ده بيكون فعال قوي معاها، عشان انت لو رجل ومرتبط بأنثى من الناس اللي هتيجي معانا في القمة دي تعرف طباعها، ولو انت صاحبتها برضو تعرف ان دي طباعها. خلوني سريع، انا ارحب بيكم كالعادة، وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك عشان نفضل متواصلين واشعاراتنا ما تروحش عليه، ويا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. ويلا بينا بقى نبتدي، وكل انثى كده تتوقع احساسها بنفسها هتيجي في المركز الكام. الموضوع تصاعدي من الاقل للاشد، انا بقرا كل تعليقاتكم، ويلا بينا نبتدي في المركز ال12. حد توقع انثى برج القوس؟ اقل الاناث اللي ممكن تلجا للحيله دي او حتى تجيد فيها. ساعة زمن واحدة، هو ده عقاب الصمت عند أنثى برج القوس إن قررت إن هي تلجأ للنوع ده من العقاب. ولكل قاعدة دايما بقول استثناءات. نعلى أكتر، نوصل للمركز ال11، الجوزائية الفرفوشة اللي ما ينزهقش منها. أيضا ساعتين زمن حلوين قوي في قاموس الجوزائية. لسه ما دخلناش طبعا في موضوع حلقتنا، هنطلع ونوصل للمركز العاشر، ولكن خليني اقول لكم يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة ممتعة ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا. الطلب الوحيد العكس ديسلايك، وقولوا لي السبب. العاشر برج الميزان، انثى برج الميزان عسولة نساء الابراج، برضو عشان هي عسولة، 3 ل6 ساعات زمن يوم ده بالكتير قوي، ولو وصلت ليه يبقى انجاز. وكل ده لسه ما دخلناش في خطوط النار اللي في موضوع حلقتنا. قل في منطقة وسطى عشان نلتقي بالبرنسس، بزعيمة العصابة، النار وما أدراك ما النار. أنثى برج الأسد بتيجي في المركز التاسع، يعني في منطقة وسطى، ولكن في أقوى منها في الموضوع ده، في نساء أشد وأعتى منها في الموضوع ده، زي الدلوية اللي في المركز الثامن. وهنا بقى بدأنا نخش في النساء المتمرسات بدرجات في الموضوع ده، واللي بتحبه والعزيز والمفضل إلى قلبها. كل النساء اللي سبقتها ديت يعني نقدر نقول إن هي نساء ما بتحبش النوع ده وما عندهاش صبر عليه. أنثى برج الدلو تميل بقى في أحيان كتيرة للنوع ده. هنعلى أكتر، نخش في الجد أكتر، هنوصل للمركز السابع مع الفارسة العنيدة، مع الحملوية وما أدراك ما الحملوية. دخلنا في نساء الأبراج اللي ممكن تقعد بالأيام، تعاقب بالأيام إن لزم الأمر، وتجيد الحملوية في هذا الفن، ولكن مش زي اللي في المركز السادس. حد توقع؟ هندخل دلوقتي على واحدة من أشد وأقوى وأعتى الإناث في الموضوع ده، الحوتية، أنثى برج الحوت، متفجرة الأنوثة، الأنثى بما تحمله الكلمة من معنى. إذا سألت عن المصطلح ده فأمامك أنثى برج الحوت عنوان كامل تقدر إن أنت تطلع عليه. الحوتية في المركز السادس، وهي من الإناث المتمرسة جدا في الفن وفي السياسة دي. داخلين دلوقتي على الخمسة الأوائل. حد توقع؟ حد بيكتب آه من العقربة وما أدراك بالعقربة، فارسة أحلام معظم الشباب اللي بتتربع على المركز الخامس بدون أي مضايقات أو مزاحمات. العقربة في المركز الخامس، وممكن العقربة تصل لأسابيع إن لزم الأمر في الموضوع ده، ومتمرسة ومتمكنة، وأضف على ذلك متلذذة جدا بالسياسة دي وبإتقانها وبالتفنن فيها. داخلين بقى على رباعي خط النار، رباع القمة وحذاري، ويولنا إذا قررت النساء دي إن هي تستخدم السلاح الفتاك ده معانا، هيتعبونا أوي، هيزهقونا أوي أوي، يعني فوق ما تتخيلوا. الثورية، ملكة الرزانة والعقلانية، بتتربع على عرش المركز الرابع، ضاغطة بقوة على ثلاثي المقدمة، مزاحمة للثلاث نساء اللي في المراكز الأولى بقوة شديدة، أو وهي متمكنة وتحب أوي وتفضل أوي النوع ده من أنواع العقاب. هنوصل دلوقتي للمركز الثالث ونخش في الجد أكتر وأكتر 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 كمان. وإذا كان ده حال
انسى برج الطور، فما بالكم بالمركز الثالث، او ما بالكم بمتصدرة نساء الابراج؟ حد توقعها وحد كتب في التعليقات؟ دلوقتي معانا ملكة التجاهل الاول، زعيمة التجاهل الاول، انسى برج الجدي الترابي، استاذة ورئيسة قسم ومديرة ووزيرة واميرة وملكة من الملكات المتوجة في الموضوع ده وفي الاسلوب ده، وقادرة على قتلك بيه. وتطول أنثى برج الجدي، عندها حب التطويل وحب التلذذ والاستمتاع، ومتمكنة قوي في الموضوع ده. في أنثى تانية أعلى منها بتجلس على عرش المركز التاني، السندريلا، رغم رقتها سندريلة نساء الأبراج، أنثى برج السرطان بتيجي في المركز التاني، ودي بقى ممكن تقعد شهور، تخيلوا شهور كده تعاقبك بهذا السلاح، حتى لو كنت انت ممكن عزيز عندها او غالي عندها، بس اذا لزم الامر السرطونة السندريلا تجيد قوي قوي في هذا الفن، لحد ما هي تتعبك بدرجة ممكن غير متوقعة بالنسبة لي. بينما متصدرة نساء الابراج في حلقة النهاردة قنبلة الذكاء العقربة، أنثى العذراوية عفوا، أنثى برج العذراء الترابي بتتصدر نساء الأبراج كلها في حلقة النهاردة، عشان تيجي أكتر أنثى على الإطلاق ممكن تجيد في هذا الفن وتعاقب به، ممكن توصل لسنين، تخيلوا يعني العذراوية ممكن توصل لسنوات، لسنة او اكتر. ودايما انا بقول لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، ولكن اغلب مواليد النساء دي ينطبق عليهم الكلام اللي احنا بنقوله ده، والعذراوية متمكنة جدا في الموضوع ده، واحب ما على قلبها، هي والجدي، هي والسرطان، هي والعقرب، هي والثورية، هي والعقربة، تحديدا نساء الابراج الخمسة دول ممكن نقدر نقول يتلذذوا جدا بالمعاقبة بهذا الأمر. صمت ولا شيء غير الصمت، ما تكلمش معاك، ما تفاوضش معاك، وممكن كمان إن أنا أتحكم في نفسي، وقلن حتى لو كنت أنت شخص عزيز عليا. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي وأي حد تاني على الفيسبوك غير محمد أبو زيد، نصاب أفاق محتال، يا ريت تعملوا له بلوك، يا ريت تعملوا له إبلاغ وتلغوا متابعته لو كنتوا خدعته وتابعتوه، صفحتنا الوحيدة بس محمد أبو زيد على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وأي حد تاني نصاب، الانستجرام، الفيسبوك، أصدقائنا اللي بيسألوا إزاي يتواصلوا معايا ويبعتوا لي مشاكلهم الخاصة أو استطلاعات رأيهم، كل الروابط دي إضافة عندنا قناتين كمان على اليوتيوب، وقلت اللي بيحب إن هو يشوفني ما بيزهقش مني وعايز يشوفني يعني أكتر من مرة في اليوم يقدر إن هو يتابعنا في القنوات دي، اسأل محمد وعيلته وقناة هاتريك كورة، قناة الكورة، كل الروابط دي بقى في وصف الفيديو، لو أنت على الفيسبوك هتلاقيني، خش على التعليقات كده هتلاقيها في وشك، هتتصدم كده بالروابط دي وهتلاقيها في وشك. يشرفني جدا افراد عيلتي والناس اللي بتحبني وانا بحبهم ان هم يكونوا معايا متواجدين في كل مكان، وعندنا لايف كل يوم جمعة ثابت على الانستجرام، بنرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم، والى اللقاء.